ازيكم شباب؟ معكم مهندس مينا. لو انت لسه بتتعلم في الكترونكس فاحنا عاملين سلسله على القناه هنا، بننزل فيديو كل اسبوع الكترونكس فروم بيزكس، هتلاقيها عندنا على الشانل، وبنتكلم على كومبوننت معينه وبنشرحها، بنشتغل عملي ونظري عشان تكون فاهم انت بتعمل ايه، مش بس بتوصل حاجات وخلاص. اما بالنسبه للمشروع بتاع النهارده فهو ادفانسد، احنا بنتكلم في كود بتاع اردوينو، وعندنا ماتريكس 8 في 8، هنشوف ازاي ممكن نقرا درجه الحراره ونعرضها على الشاشه دي وهيكون ثابت. المره الجايه هنشوف ازاي احنا ممكن نخلي التكست اللي على السكرين ممكن يروح ويجي، بحيث ان انت ممكن زي ما بتشوف في الشارع. فانت لو عايز تتعلم وتستفاد خليك معانا، وما تنساش تشجعنا باللايك والشير. رجعنا لكم تاني. النهارده هنتكلم على الماتريكس 8 في 8 وازاي نشغلها. بس قبل ما نشوف ازاي نشغلها احنا محتاجين نفهم ايه البروتوكول او ايه الطريقه اللي انا ممكن ابعت بيها الداتا، ازاي ممكن اتكلم مع الموديول ده. الموديول ده لو بصينا عليه وبصينا كده على شكله هنلاقي فيه حاجه اسمها ماستر اوتبوت سليف انبوت واس اس وكلوك. الحاجه دي بتفكرنا بحاجه اسمه اس بي اي بروتوكول. ايه الاس بي اي بروتوكول ده؟ الاس بي اي بروتوكول ده عباره عن ماستر، وان ماستر ومالتيبل سليف. يعني ايه وان ماستر ومالتيبل سليف؟ يعني تخيل معانا مثلا عندنا اردوينو واحد، عندنا لوحه تحكم واحده في الشقه بتاعتك، وعندنا اكتر من حاجه، عندنا الاضاءه بتاعت الصاله والاضاءه بتاعت اوتونوم والمروحه والتكييف واجهزه كتير احنا عايزين نتحكم فيها. فهنتحكم فيها ازاي؟ عندنا ماستر واحد، جميل. طيب وعندنا اكتر من سليف، تمام. الماستر بيبعت الداتا، السليف بيقول التكييف اشتغل، التكييف بيرد عليه بيقول له تمام انا اشتغلت، الدنيا تمام جميله والكهرباء مشيت معايا وخلاص الدنيا تمام زي الفل، تمام حلو خالص. طيب عندنا ايه بعد كده؟ لازم يكون بينهم مواصل حاجه اسمها كلوك. الكلوك ازاي؟ يعني السبيد اللي الاثنين بيتكلموا بيها، ما ينفعش واحد يكون بيتكلم بسرعه والتاني يتكلم بيسمع هادي، مش هيفهموا بعض. وعندنا البنه الاخيره اللي اسمها سليف سيلكشن. يعني ايه سليف سيلكشن؟ يعني انت لو عندك مثلا اجهزه كتير انت محتاج تختار واحد، فانت محتاج تشاور عليه تقول له انت اللي عليك الدور تشتغل. جميل جميل جدا، تمام. طيب نرجع تاني للصوره بتاعت الموديول بتاعنا. هنا عندنا الموديول بتاعنا في ثلاث اسلاك بس، ماستر اوتبوت سليف انبوت وسليف سيلكشن وكلوك. فين البن الرابعه؟ البن الرابعه مش موجود، تمام. ميزه الاس بي اي بروتوكول ميزته ان هو سريع جدا، تمام. ليه؟ لان انت ممكن تسمع وتتكلم في نفس الوقت. انت دلوقتي بتقول له انت اشتغلت وانا شغال والاثنين مع بعض فول دوبلكس سبيد. اما بالنسبه لل اي تو سي اللي احنا شرحناها قبل كده هتلاقي اللينك، شرحناها في تشغيل الشاشه ال سي دي، تلاقي اللينك بيشتغل باثنين واير بس، السرعه اقل، السرعه النص بس، في نفس الوقت عدد الاسلاك اقل، تمام. لو انت لسه مش فاهم الكلام ده ولسه جديد في الالكترونكس، احنا قلنا عملنا السلسله بتاعت البيزكس، بس كمل معانا انت، ده مستواك اللي هيوصل له لو استمريت معانا ان شاء الله، تمام. طيب دلوقتي احنا فهمنا ان الشاشه دي بتشتغل بالطريقه دي. طب خلينا نشوف هنشغلها ازاي. نروح لاردوينو. ميزة اردوينو زي ما احنا شرحنا قبل كده وقلنا ايه هو الاردوينو والفرق بينه وبين المايك كنترولر، برضو عملنا فيديو عليه وهتلاقي اللينك في الديسكربشن. الاردوينو ميزته ان هو بيديني فري لايبرري ببلاش، فانا لو عايز اشغل حاجه انا مش محتاج اري انفاي طويل، مش محتاج ان انا اعيد نفسي من الاول، تمام. فانا كل اللي محتاجه ان اقول له اردوينو هو في حد اشتغل بالموديول ده قبل كده؟ طب ممكن توصل لي هم وصلوا لايه عشان انا عايز اكمل بعدهم؟ فانا مستواي عايزه يبقى اعلى من اللي السوق وصل له، مش معقول ان انت بتعيد كل حاجه من الاول. فخلينا نشوف مثلا ايه اللايبرري المتاحه دلوقتي. في هنا لايبرري اسمها، لو كتبت معايا كده اسمها ام دي اندر سكور، برضه لو مش فاهم ليه الاسم الغريب ده، تمام، بس هو ده اسمها. بمجرد ما انت تكتب كده يبدا يسيرش، بس هو بيسيرش يحاول يدور، تمام. لا هي دي اللايبرري اللي انت محتاج تنزلها، تمام. من غير الفيرجن اعمل انستول، هو هينزل كل الفيرجن المتاحه، او ممكن تختار اخر فيرجن زي ما انت عايز تعمل لها انستول. انا اوريدي هنا زي ما انت شايف معمول لها انستول، جميل، نزلت معانا وكل حاجه وتمام والدنيا زي الفل. خلينا نشوف بعد كده اللايبرري دي هنعمل بيها ايه. هنروح هنا الاكزامبلز، هننزل تحت ونقول له انزل كمان اهو، اقول له انا عايز ايه، انا محتاج اطبع تكست او اطبع مسج على الشاشه بتاعتي، جميل. فانا هاجي اقول له برنت تكست، جميل، تمام. هو هنا عامل مشروع صغير ومجهزه لك عشان تستعمله. طيب خلينا نشوف كده، هو احنا لما نيجي هنا هو نشوف هنستعمله ازاي. اول حاجه محتاج تغيرها البارول دي، تكتبها اف سي 16 وخدها مني كده، تمام. ف
في المستقبل هقول لك احنا ليه عملنا كده، بس اكتب اف سي 16. الحاجه الثانيه الديفايس، عدد الديفايس اللي انت هتستعملها كام. احنا هنستعمل هنا عندنا الموديول بتاعنا، هتشوفه دلوقتي في اربعه، اللي هو بان في الشاشه، في اربعه ماتريكس جنب بعض، اربعه ماتريكس صغيرين. بعد كده عندنا البنات اللي هم الكلوك 13 والداتا 11 والسليف سيلكشن على 10. هل ممكن اغير فيهم؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن تغيرها هو السليف سيلكشن. طب ليه الكلام ده بقى؟ الكلام ده ياخدنا للمنظر ده. الاردوينو نفسه كهاردوير، ككمبيوتر صغير زي ما احنا شرحنا، ارجع للفيديو وشوفه، في هو مجهز لي بنات معينه عشان استعملها للبروتوكول ده، تمام؟ فعندنا 13 دي ممكن استعملها كبن عاديه، او ممكن استعملها ككلوك، فيها كلوك من جوه جاهز عشان استعمله. والماستر انبوت ده على بن 12، احنا الماستر بتاعنا مش بيستقبل، الماستر بتاعنا هو بيبعت، يبقى هنستعمل بن 11. هي ماستر اوتبوت بيبعت الداتا لبره. والسليف سيلكشن 10، احنا طب لو عندنا 10 اجهزه يبقى محتاجين 10 سليف سيلكشن جنب بعض، تمام؟ جميل جدا. نرجع بقى تاني للاردوينو بتاعنا. طيب احنا اهو ادي البرنامج بتاعنا، خلينا كده نكبر الشاشه، تمام؟ حلو خالص. نزلنا، هو هنا بيقول لي ان انا بعرض لك شويه حاجات، بعرض هلو وبعرض رقم والكلام ده. خلينا نعمل كومبايل، تمام؟ وبعد كده خلينا دلوقتي لسه بيعمل كومبايل كده، خلينا ننزله ونشوف هو بيعرض لنا ايه بالظبط. جميل، لسه دلوقتي كومبايلنج، تمام، كومبايل دان وما فيش ايرور. لو في ايرور هتلاقي تحت الحته السوداء دي، هتلاقي بقى لونها احمر، وفي عندك بيقول لك ان في ايرور في المنطقه دي. هو دلوقتي بيعمل ابلود. حاجه بس عشان تعرف هو بيعمل ابلود، انا طبعا في التولز لازم اختار البورت اللي انا هوصل عليه في اليو اس بي بتاعي، ولازم اختار نوع البورد. هنا بستعمل اونو، انت تختار البورد اللي انت عايزها. طيب تعالى معايا كده، بص دي البورده بتاعتنا او دي الشاشه بتاعتنا. عندنا زي ما احنا قلنا اربعه ماتريكس، الواحده من دول اسمها ماتريكس، تمام، عبارة عن 8 في 8، بتكون 8 في 0 الأولاني و 0 في 0 لغاية 0 في 8، وبعد كده وهكذا تنزل كل صفر. هو زي ما احنا شفنا هنا بيعرض هلو، وبعد كده بيعرض رقم، وهكذا تمشي السيركل بالمنظر ده، تمام. ده شغال وده حاجة حلوة جدا. احنا دلوقتي عايزين نغير الكلام ده ونحط احنا سنسور بتاعنا. احنا محتاجين نشغل، نرجع كده تاني مع بعض. احنا دلوقتي محتاجين نحط الدايره بتاعتنا، محتاجين نحط مثلا سنسور حراره، محتاجين تكييف، فاحنا محتاجين نعدل على الكود. خليك معايا بقى عشان نعمل الكود مع بعض ونشوف ايه التريكس اللي ممكن تقابلك. لو عندك اي سؤال سيبهولنا في الكومنتات ونتناقش فيه، مفيش اي مشاكل، تمام. طيب انا هقول له لو سمحت انا مش عايز الكلام ده كله، خلي لي واحده برنت الكلام ده كله، شكرا، تمام، حلو خالص. طيب انا دلوقتي عايز اوصل سنسور بتاع درجه حراره، هوصله فين؟ نرجع كده للرسمه بتاعت الاردوينو. الاردوينو بيقول لي الدرجه الحراره دي انالوج ولا ديجيتال، تمام. احنا اتكلمنا على الفرق بين انالوج والديجيتال زمان، برضو في فيديو هتلاقيه في سايبه لك، كنا عملنا دايره قبل كده عليه. فالانالوج ده عندنا فيه من A0 ل A5 زي ما انت شايف في الصوره، يعني ممكن اوصل خمسه اجهزه فيهم انالوج سيجنال، يعني مثلا درجه اضاءه، درجه حراره بتاعه جو، سخونة موتور، ممكن اوصل ده كله، تحميل كهرباء زي ما انا عايز، تمام، تمام. فهنا مثلا عندنا خمسة اوتوبوت، انا هستعمل منهم A0. جميل. طيب نرجع بقى للكود كده ونكتب الكود مع بعض ونشوف ايه اللي احنا مش فاهمينه نكتبه، تمام، جميل جدا. نيجي هنا هو كده في الجزء ده، احنا محتاجين نقول له احنا دلوقتي لو تفتكر لما اتكلمنا على الانتجر، خلينا اوريك حاجة، او على انالوج تو ديجيتال، احنا قلنا حاجة كده صغيرة بس في السريع عشان تكون فاهمة. دي الانالوج سيجنال بتاعتنا، احنا قلنا متغيرة مع الزمن، ملهاش اي حاجة ثابتة. بس بالنسبة للاردوينو بتاعتنا بتكون عبارة عن من 0 ل 123. جميل، جميل جدا. فيعني دي رقم انتجر، رقم صحيح، تمام، حلو خالص. نرجع هنا ونقول له انا عندي انتجر اسمه سنسور، تمام، ده الاحساس بتاعي. وبعد كده انا عندي حاجه اسمها درجه حراره، درجه حراره دي اكيد متغيره وفيها كسور، يعني مثلا 35.5 ففلوت هسميها تمبريتشر.
تمام. وبعد كده عندي المسج اللي انا عايز اعرضها هتكون عبارة عن string message، تمام، هنسميها data. جميل جدا، حلو خالص. طيب نيجي تحت نقول له ايه، خش في اللوب، محتاجين نقرا كل شوية، محتاجين نقول له sensor هيساوي الانالوج، تمام، الانالوج ريد بتاع انهي بين، احنا كنا متفقين اللي هي بين ايه زيرو زي ما احنا شفنا. جميل، وما تنساش تحط طبعا العلامة الاستفهام دي عشان ما اديكش ايرور، انا حطيناها فوق مظبوط، تمام. جميل جدا. طيب نرجع كده نقول له التمب هتساوي ايه، درجة الحرارة. الاول لازم تقول لي ايه نوع السنسور اللي انت مستعمله في درجة الحرارة. اقول لك برافو عليك، احنا بنستعمل سنسور اسمه LM35، وال LM35 جه قال لي حاجة حلوة جدا، قال لي ان كل 10 ملي فولت يعادل 1 سليزيوس، تمام، حلو خالص، شكرا جدا، تمام. طيب يبقى احنا كده هنقول نعمل كده قوس واحفظ التحويلة دي معايا، تمام، فلوت للسنسور، خليني اقول لك ليه دلوقتي، تمام، جميل جدا، حلو، على 1023، تمام، الكلام ده كله مضروب في 500، جميل. طيب تسألني بقى ليه انت حطيت فلوت هنا، اقول لك لان احنا عندنا السنسور ده انتجر، فاحنا عملنا حاجة اسمها كاستنج، حولناها من انتجر لفلوت، تمام، تمام خالص. نيجي بقى الحتة الأخيرة، احنا اوريدي كاتبينها عشان نوفر وقت، تمام، تمام. احنا هنا الداتا بتاعتنا عبارة عن ايه، عبارة عن درجة الحرارة زائد درجة الحرارة، دي داتا، دي سترينج، فهنقول تي عبارة عن تي زائد السترينج للتمب. التمب احنا عندنا فلوت، فاحنا هنعمله كاستنج زي ما عملنا كاستنج فوق السنسور فاليو، خليناها تمبريتشر، خليناها فلوت يعني. هنعمل برضو لدرجة الحرارة، نعملها نحولها من فلوت نحولها لسترينج، ونضيف لها كلمة سيليزيوس في الآخر سي، وبعد كده نعرض الداتا على بعض. خلينا كده نعمل ده، تمام، ونعمل بيعمل كومبايل اهو، تمام، وبيعمل عرض، تمام. خلي بالك وخليك فاهم حتة السترينج دي عبارة عن كاستنج، تمام. لو مش فاهم برضو الموضوع ممكن تسيب كومنتات وهتاني برد عليك وشرح لك الموضوع اكتر، تمام. طيب تعالى ارجع معايا. بص يا سيدي، حاجة تحفظها في السنسور ده اللي هو LM35، على يمينك، سوري على شمالك، هتلاقي دايما الكهرباء، وعلى يمينك ده الارضي، هو بيشتغل من عندك من 3 فولت لغاية 40 فولت، احنا موصلينه على 5 فولت هنا، ده الباور بتاعه فشغال زي الفل. وعندك ده الجراوند، وده السيجنال بتاعت اللي في النص. باخد السيجنال وبحولها ليه، بحولها من انالوج سيجنال لغايه اطلعها رقم واقراها بالمنظر ده. هو هنا بيقول لي ان درجه حراره عباره عن 27، تمام. طبعا هو مش ستيبل شويه السنسور ده عشان استعملته كتير، فهو مش ستيبل. فطبعا لو انت عايز تستعمل درجه حراره فيفضل ان انت تجيب اكتر من سنسور مع بعض تاخد الافريج فاليو ليهم. هو بقى ستيبل اهو. فده كان المشروع بتاع النهارده، لو استفدت ما تنساش اللايك والشير وتقول لاصحابك عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ان شاء الله. ولو عندك اي اسئله سيبها لنا في الكومنتات تحت، وما تنساش اللايك الجميل وانت معدي. شكرا، نشوفكم في حاجه جديده.